بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مورنينغ رياضي. نهاركم مبروك وعيد مبارك سعيد، كنتمنوا لكم باش تحققوا فيه الأيام المقبلة طبعا جميع المتمنيات ديالكم. كيف العادة كيحضروا معنا اليوم المحللين ديال قناة شوف تي في، هشام جويعة وسفيان العلودي. صباح النور سي هشام، صباح النور سي سفيان. صباح النور خالد، مبروك العيد. كذلك سفيان العلودي الاخ الصديق، مبروك العيد. سي مروه، المشاهدين الكرام يحتاجون على المباشر، حتى هما نقول لهم مبروك العيد. سامي الغزال، كثر من مبروك العيد، مبروك عيد، بارك الشيء لكل شيء. السلام عليكم سي خالد وهشام، سي سامي، سي مروه والمتابعين الاوفياء ديالكم، ونقول لكم جميعا مبروك عيدكم ان شاء الله بالصحه والعافيه وطول العمر والرزق والهنا وكل شيء، داك الشيء اللي نتمناه ان شاء الله. شي مزيان كيدوزوا العيد، والله الا مزيان مع لا فامي، راك عارف العيد ديال العائله مع لا فامي. فوالا، كيف دوزتي انت العيد يا هشام؟ لاباس، مزيان 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 مزيان. فقنا كلينا اول حاجه اول حاجه كلينا هي الاولى. طبعا مشاهدينا، الموضوع اللي غنناقشوا اليوم هو المباراه اللي غتجمع ما بين فريق الوداد الرياضي وماتشي المغرب في تشامبيونز ليغ مع المضيف ديالو مولوديه الجزائر مساء اليوم الجمعه. كذلك موضوع ديال توقيع فريق او توقيع فريق المغرب الفاسي مع المدرب التونسي فتحي الجبال اليوم اللي غيكون التوقيع. نبداو بالوداد الرياضي، ماتش ديال الوداد اليوم في الجزائر امام مولوديه الجزائر، ماتش مهم بالنسبه للوداد من اجل العوده، نتيجه ايجابيه من الجزائر لتسهيل المهمه هنا بالمغرب في المباراه الايه. وانا بالنسبه للوداد ماتش ماشي سهل، ماتش غادي يكون عندها صعيب في المولوديه بحكم المولوديه تتعرف القيمه ديال القيمه ديال الوداد والقيمه ديال اللاعبين واللاعبين اللي عند الوداد. يعني ربما غادي يكون ماتش كما سبق لي تكلمت، غيكون ماتش صعيب ماشي سهل حكم الفرقين بجوج. هنا بالنسبه للوداد ما خصهم يركزوا اكثر على البوطو، خصهم يمشيو البوطو بزاف، ما خصوش يكون التسرع، ما خصو يكون بزاف العوامل، ما خصهاش تكون وسط المباراه. ما ينساوش يعني الاياب، يعني كاين مباراه عاوتاني هنايا في المغرب، يعني خص يجيريو المباراه كيف هي وتنتمي يعني التعليمات ديال المدرب، ما يكونش التسرع، ما يكون بزاف الحوايج حكم كما قلت المولوديه فريق ماشي سهل، فريق قوي، فريق تيعرف شنو تيدير في الملعب ديالو، يعني قوي في الملعب ديالو. ما نساوش المهاجمين اللي عنده بكل صراحه، مهاجمين اللي سريع حقاش تحت الميلو تيران، تيعرفوا امتى يوصل الكره من وصل الكره. بالنسبه للمدافعين ديال المولوديه ربما تيكون دائما عندهم ارتباك اللي تدير عليه واحد الضغط، وهذه هي القوه مثلا ديال الوداد والضعف ديال المولوديه. هنا لاحظنا الخطوط ديال هذوك الثلاث ديال المهاجمين ديال الوداد، ربما غادي يضغطوا على المولوديه، يضغطوا على المدافعين، غيخليهم يديروا واحد الارتباك او اهم حاجه هما يديروا الاغلاط. ملي يديروا الاغلاط خارج كاردي زويت غادي نقلبوا مثلا على الكوفرو والكورنين، يعني غنقلبوا على بزاف العوامل، ولكن ملي غنتوصل الكره خاص على الاقل تركيز وتماركا داك البيت، يعني باش ما يتماركاش عليهم حتى هدف، باش ما تصعبش عليهم المباراه. يعني قد ما ماركوا بكري قد ما غادي يحسموا في المباراه، وغادي يكون ارتياح اللي غادي تجي كما قلتي مي غادي يرجعوا للمغرب، غادي يكون ماتش سهل، غيكون في الملعب ديالها، غيكون ماتش سهل الى الوداد رجعوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. بطبيعه الحال هنا ملي تلعب في الملعب ديالك غادي تلعب عندك ارتياح، ملي ربما لا قدر الله تمارك عليك شي هدف، هنا غادي يكون عندك الشك ولا عندك الشغل ولا عندك الارتباك. هنا ملي غتجي في الملعب ديالك ما يمكنش تهضر على الوراء، غادي تخرج تلعب الكره، ملي تخرج تلعب الكره ربما تقدر عاوتاني يولي عندك ارتباك في مع المدافعين، ارتباك بزاف الحوايج يقدر يتمارك عليك شي بيت. اللهم تعطيني مساحات الخصم، اللهم يحسموا في تما وي بالقوه، سجلوا اكبر عدد ممكن من الاهداف. هذا هو اللي كاين، علاش نقولوا حنا التركيز قدام المرمى كما تنقولوا، قد ما وصلنا للبوطو ماركينا الاولى الثانيه في الايام ان شاء الله غيكون ماتش يعني غيكون ارتياح في الدور ديال اللاعبين. وما ننساوش ثاني اللاعبين راه عندهم خبره وعندهم تجربه يعني في هذه البطوله هذه، ما ننساوش حتى الاختيارات ديال المدرب، نتمنى تكون اختيارات
تكون يعني موفقه موفقه للمدرب، ونتمنوا التوفيق للوداد. هي مباراه غتكون ماشي سهله بكل صراحه، مباراه اليوم غتكون صعيبه صعيبه بحكم ربما العياء ديال رمضان. ما نساوش العياء ديال رمضان، كاين ماشي تكون كانوا ماتشات بزاف للوداد، كانوا ماتشات بزاف، وتيكون العياء مع الصيام والماتشات هنا تيكون شويه ديال العياء. كنت نتمنى هذه المباراه هذه، ولكن البروغرام عندك ما دير يعني البروغرام، وهذا هو اللاعب المحترف هذا خصك تكون. انا كنت نتمنى يعني يكون واحد الاسبوع يعني يبقى الوداد يعني هنا، من بعد عاد يمشيو يسافروا يعني يمشيو يلعبوا مع المولوديه، ربما يكون واحد ارتياح، ربما يتكيفوا يعني مع الجو ديال 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 حقاش ملي تنكونوا تنصوموا، وتبدا كما تنبداو بحال تبدا بريباراسيون مجيد. هذا هو اللي كاين، والبرمجه ديال الكافيه هذه الشامبيونز ليغ بدات معطله بسبب الجائحه، البرمجه ما يمكنش تغير دابا. المهم تنتمنى اليوم تكون مباراة تكون كبيرة الوداد يكون في الموعد. سفيان، الطبيعة ديال الماتشات ما بين الفرق المغربية والجزائرية، حساسية ديال الديربيات سفيان ما بين الأندية المغربية والجزائرية؟ شوف، أول حاجة اللي غنبغيو نهضروا عليها هو تاريخ المقابلات بين الوداد الرياضي والفرق الجزائرية، فهي مصلحة الوداد يعني الكفة كتغلب الوداد. آخر ماتش ما بين الوداد وما بين الفريق الجزائري كان في عصبة الأبطال، كنظن الوداد انتصر في مدينة الدار البيضاء بأربعة، انهزم 3-1 في الجزائر. شوف، هذيك 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 مرحلة، ودابا مرحلة يعني حتى كان اتحاد العاصمة كنظن، لا المولودية كان المولودية آنذاك بعد من عاد باش اتحاد العاصمة لعبش مع الوداد في 2017. المولودية آنذاك كانت أقوى من المولودية ديال دابا بكل صراحة، باش نكونوا واضحين، حتى العناصر اللي كانت داك الوقت ماشي هي دابا، وماشي التراجع ديال الفرق المغربية على المستوى، كان تراجع، ما كانش صحوة وما كانش هيمنة كيف ما تنقولوا على المستوى القاري. بالنسبة للفرق الوطنية كانت آنذاك الفرق الوطنية يا ريت يا ربي ندوزو لدور المجموعات، كنا كنقولوا يا ربي ندوزو لدور المجموعات. دابا ولينا ما لعبناش الفينال، رحنا ما درنا والو، كاين تحسن كاين صحوه، رجعنا للساحه الافريقيه كيف ما تنقولوا. تاريخ المواجهات الافريقيه بين الوداد وبين الفرق الجزائريه كافه كتغلب الكفه ديال الفريق الوداد، حتى الوتيره اللي غدا بها البطوله الوطنيه في مصلحه ديال الوداد، الريتم ديال البطوله الوطنيه والريتم ديال المقابلات اللي لعبات الوداد مؤخرا، منذ كنظن الا ما خانتنيش الذاكره منذ الهزيمه ديال اولمبيك اسفي، شفنا وداد اخر ريتم احسن، اللهم في بعض المباريات كيبان لك الوداد ما مقنعش مي كينتصر، باستثناء المباراه ديال اتحاد طنجه اللي نهزم بطريقه ما يقبلها حتى شي ودادي، باستثناء هذيك المقابله. في جميع المقابلات حتى المباريات اللي ما تيكونش اون فورم فيها ما تيخسرش، مقابله المحمديه قدر انه يتعادل، المقابله ديال وادزم قدر انه يجيب ثلاثة ديال النقاط، ولكن لافونتاج اللي عند الوداد هو البنزرتي يجيد قراءة الخصوم، خصوصا ملي كيلعب مع خصم وتيعاود يلعب معاه من بعد اسبوع، فهو دائما داك العودة المباراة اللي كتكون بعد اسبوع تيكون فيها انتصار، وتيكون انتصار بنتيجة عريضة. شفنا هادشي مع كايزر شيفس، شفنا هادشي مع وادزم، شفناه مع شباب المحمدية، نتمنى ونشوفوه كذلك مع مولودية الجزائر. البنزرتي متميز في قراءة الخصم، متميز جدا في قراءة الخصم، وحتى الطريقة باش كيلعب طريقة مغايرة من ناحية التشكيلة، لا من ناحية ديال طريقة اللعب، يعني استراتيجية باش كيدخل، واش كيعرف امتى يضغط، وكيعرف امتى انه ما يضغطش على الخصم. وجهة نظر ديالي كنظن ان الوداد غيقدم واحد المباراة اللي غادا تكون تشرف الكرة القدم الوطنية وتشرف التاريخ ديال النادي. او بالنسبه لي الى قدروا انهم يسجلوا وغيسجلوا، الى قدروا ان شاء الله غيقدروا يسجلوا، الى قدروا انهم يسجلوا غيسهلوا الماموريه بواحد الشكل كبير على مستوى مباراه العوده، لان تسجل خارج ارض الوطن شي حاجه اللي مهمه بزاف، عندهم الامكانيات الهجوميه بشكل كبير باش انه يسجل. غير ما ننساوش ان الوداد في المباريات الاخيره كيستقبل اهداف، يحاولوا يكون دفاعيا متماسك اكثر
اكثر واقوى. هادشي اللي كنتمنوا. نتمنوا والله. بالنسبه لفريق مولوديه الجزائر فالفريق تاهل على المجموعه الرابعه خلف الترجي التونسي. مولوديه الجزائر فهو حصد 9 نقاط حصدها من 2 انتصارات وثلاثه ديال التعادلات وهزيمه. الهجوم ديالو سجل 4 اهداف في دور المجموعات واستقبل 4 اهداف. الفريق فهو جا في المرتبه الثانيه خلف الترجي التونسي صاحب المرتبه الاولى ب 11 نقطه، وجا من موراه الزمالك وكذلك فريق تونغيت السنغالي فهو احتل المركز الرابع والاخير ب 4 نقاط. هذه المجموعه هذه عرفت واحد التشويق واحد الاثاره حتى الجوله الاخيره ديالها، خاصه ما بين صاحب اللي غا يحتل المركز الثاني. كانت منافسه ما بين المولوديه الجزائري والزمالك. الماتش ديال اليوم غيغيبوا عليه 7 ديال العناصر من فريق مولوديه الجزائر، هما جابو حشود فريوي بن عجيه عبد الحفيظ المؤذن والعلاطي. يعني المولوديه ما غيكونوش عندهم 7 ديال العناصر. 7 العناصر. وحتى المدرب نبيل نقيس فهو قال باللي غيعتمد على العناصر الشابه في هذا الماتش هذا. ولكن ما نساوش حتى هاد العناصر كما قلت هاد الاسماء اللي ذكرتي غالبا يمكن جوج ولا ثلاثه اللي تيكونوا رسميين، يعني الاغلبيه تيكونوا دائما تيشاركوا في المباراه. ولكن ما نساوش هذا ماشي يعني نقص ديال الفريق، يعني الفريق تيعتمد دائما من 30 لاعب واختيارات تبقى ديال المدرب وغادي يعرف شكون اللي جاهز وشكون اللي جاهز. يعني انت لاعب ضد الوداد اي واحد غادي يبغى يلعب في هذه المنافسه او يلعب ضد واحد الفريق اللي افريقي يعني عالمي. يعني ما نساوش اي لاعب يبغى يشارك مع المولوديه او اللي يبغى يلعب ضد الوداد، يعني غادي يكون مركز، غادي يكون ما يديرش الاخطاء، غيكون ماتش كما من البدايه تكلمنا غيكون ماتش ماشي صعيب، ماتش غادي يكون صعيب بالاخص الفريقين بجوج. ولكن ما نساو دائما التركيز، احنا تندور على التركيز، ما خصش يكون التسرع، ما احتفاظ بالكره اكثر من يعني باش الخصم يزيد يتقلق ويزيد يخرج يلعب باش حنا نلقاو ولا الوداد تلقاو هذوك لي سباس يلقاو بزاف الكواري باش نوصلهم بونتو. نتمنى اليوم ما يكونش واحد التسرع بين المدرب. بكل صراحه اللي شفناه يعني في البطوله عندنا يعني 76 78 ولا تندير واحد التغييرات اللي مهمه تيكونوا لاعبين الدراري وتنديروا التغييرات اللي ما خصهاش تغير، مثلا بحال ميلوتيرا اللي تيكونوا هازين مثلا الفرقه وتنخرجوهم بحال مثلا لافي بحال نجم ونجام. يعني هادو فراقي اللي هاد اللعابه اللي الفراقي تيخافوا منهم، وكما قلتي هاد اللعابه هادو تيديروا لك الفرق وسط المباراه. يعني ولو ما تنديروش شي حاجه اللي مهمه للفريق، ولكن بحكم التجربه ديال اللاعبين اللي كاينين في الوداد ربما تاخذ كره تقدر تحيد واحد قدامك جوج، تقدر تعطي واحد الكره للبروفوندور للمهاجم ديالنا الكعبي. يعني كاين الطرق باش نوصلوا للبوطو، كاين لي كاليتي اللي عند اللاعبين ديال الوداد الصراحه. هنا نتمنى التشكيله اللي تكون اللي غيختار المدرب بكل صراحه هنا هي معروفه، التشكيله هي اللي تتكون، هو ما تيبدلش هو ما تيغيرش اللاعبين قد ما تيغير. ربما تيكون عندنا ارتباك على الهجوم او مع الميلوتيرن على المدافعين، هنا دائما هو تيخلي نفس التركيبه البشريه نفس التكتيك نفس الخطه. نتمنى اليوم تكون مباراه تكون كما دائما تنقول لكم مباراه سهله، وسهلوا الدراري خصهم يسهلوا المباراه عليهم، لا سهلوا المباراه عليهم نكون على يقين غادي ربما غادي يجي واحد ربع ساعه ولا 15 دقيقه، ولا كما تنقولوا يقدر يجي واحد هدف ولا جوج. علو ديك الغيابات ديال فريق مولوديه الجزائر 7 ديال العناصر، واش هادشي غيأثر على الفريق الجزائري في هذا الماتش هذا؟ نتمناو انه ياثر، وغيأثر لان اللاعبين تيكونوا خصوصا اللاعبين الاساسيين فهما تيكونوا اكثر تنافسيه واكثر عندهم الريتم ديال المقابلات. ما نساوش بلي المولوديه راه جاي من هزيمه اللي تقدر تكون مصلحه الوداد، جاي من هزيمه في الديربي اما اتحاد العاصمه حتى التوقع ديالو للتمركز ديالو في سبوره الترتيب فهو ماشي ذاك او الترتيب الذي يليق بتاريخ الفريق. كيحتل المرتبه 16 برصيد 34 نقطه، بعيد بشي 7 ولا 8 نقاط على متصدر الترتيب. هذه عوامل كامله تقدر تساهم في تالق الوداد. ما ننساوش على مستوى عصبه الابطال فلعب 3 ديال المباريات في الميدان ديالو، قدروا يتسجلوا عليه 3 من 3 المباريات، 2 ديال المباريات تسجل عليه في الملعب ديالو.
تسجلوا عليه اهداف، كان تعادل مع الترجي 1-1 تسجل عليه هدف من الملعب ديالو، وهزيمه مع 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 الزمالك تسجل عليه جوج ديال الاهداف في الملعب ديالو، باستثناء المباراه ديال تونغات اللي هي اللي كنظن اهلاته انه انتصر ذهب واياب 1-0 على 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 تونغات السنغال. كان قاب قوسين كيف ما تنقولوا، قاب قوسين قلنا باش انه بينه وما بين الزمالك اشوف كانت منافسه. داك التعادل مع الترجي هو اللي خلاه داك داك التعادل مع الترجي ديما داخله في شي حاجه ديما داخله في شي حاجه ديما داخله في شي حاجه مي وثاني ما تنساش باللي انهم راه كيسجلوا خارج الميدان كيعرفوا يلعبوا الهجمات المرتده عندهم المهاجمين بكل صراحه صريحه ضيعوش ولكن عاوتاني الغياب ديال اللاعبين كنظن ان هاد السبعه ديال اللاعبين راه فيهم واحد جوج ديال المهاجمين كنظن لا ثلاثه المهاجمين اللي ما غاديش يكونوا يعني غادي تلعب بواحد غيلعبوا بواحد الفريق اللي ما لعبش في هاد المنافسه. ما تنساش باللي راهم غيلعبوا مع متصدر الدوري المغربي، غيلعبوا مع حامل لقب في هذه موسمين، غيلعبوا مع متصدر المجموعه ديالو المجموعة الثالثة، غيلعبوا مع وصيف بطل المغرب، غيلعبوا مع واحد الفريق اللي راه يلاه مؤهل النصف النهائي ديال كأس العرش، وجاي من تعادل خارج الميدان في مباراة الكلاسيكو. هذه عوامل كاملة تقدر تلعب على العقلية والنفسية ديال اللاعب. احنا كما كنعرفوا اللاعب العربي باغي نربحوا في الكلاسيكو اكيد. شوف الوداديين باغيين يربحوا في الكلاسيكو، الرجاوي باغي يربحوا في الكلاسيكو، الجمهور العسكري باغي يربح حتى هو، باغي يربح حتى هو الكلاسيكو. المباريات ديال هاد الفروق بثلاثة كتبقى مباريات القمة بالنسبة ثلاثة الفروق الرائدة بالنسبة لكرة القدم الوطنية تاريخيا، المستوى الألقاب المحلية، الألقاب الخارجية، كتبقى أي جمهور ديال أي فريق كيشوف الفريق ديالو الأقوى والأحق بالفوز، حق مشروع لأي فريق. نسولو هشام دابا مباراة ديال الوداد وريال مدريد شكون غتربح؟ الوداد تربح. سولني أنا الرجاء والبارسا. الرجاء 2-0 قناعة داخلية، واخا تكون لاعب ضد البارسا ديال غوارديولا واش فهمتيني؟ تبغي الرجاء الحب ديالك للفريق ديالك غادي يبغي. دابا الوداد لعبة كاس افريقيا، حب ديالنا للوطن ديالنا، نقول لك الوداد غتربح ب2-1 ان شاء الله بحول الله. هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله بحول الله. واش فهمتيني؟ وي فهمتك. كاين شوف الترسانة البشرية ديال الوداد، ما كاينش غيابات، عودة ديال 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 سفيان المدن كنظن عاد التدريب، قلة الحدة وداك المشكل اللي كان وقع القيل والقال ديال سكوما وهذا نقص شوية الحدة ديالو، عودة ديال الطاقم التقني كامل، العودة ديال التكناوتي اللي عطات الإضافة للفريق والطمأنينة للفريق. شفنا الأداء ديالهم في مباراة ديال الجيش وخصوصا في الشوط الأول اللي كان مسيطر بشكل كبير على المباراة، قدر يسجل، كان عنده تسلل، مي شفنا العودة في المباراة ديال شباب محمدية. هذه كلها عوامل تبشر بالخير للفريق للجماهير ديال الوداد. وجهة نظري الوداد على الورق الأقوى، ماشي غير رجوع بنتيجة إيجابية، ملي كنقولوا رجوع بنتيجة إيجابية هادشي نخليه لتونغات ونخليه للويفا قسطيف أنهم اللي يمشيو للجزائر يجيبوا نتيجة إيجابية هي التعادل 2-1 يخسروا. ملي غنهضروا على الوداد والقيمه ديال الوداد ولا نهضر على الرجاء والقيمه غتمشي نتيجه ايجابيه هي تربح بواحد 2-1 3-2 المهم تجيب انتصار من تما او 2-2 تما كيكون عندك نسبه اكبر للتاهل. حتى الوداد عندنا امكانيات بكل صراحه باش نكونوا واضحين تجيب الفوز من الاول، ولكن هو تيبقى دائما ما يكونش تسرع ما تكونش الزربه وكيبقى العوامل كيبقى يعني ماتش ديربي مغربي. بالنسبه للمدرب الجزائري نبيل مقيس سبق ليه ودرب فريق اتحاد طنجه، واش هادشي غيخليه تكون عنده واحد التجربه واحد ليكسبيريونس اليوم اللي تخليه يحاول يواجه الوداد بواحد الطريقه معينه، خاصه دابا هو تيعرف الكره المغربيه. شحال درب كاع طنجه؟ شي شهرين شي 3 شهور 3 شهور غيعرف كرة القدم الوطنية. كرة القدم الوطنية راه خصك تجلس واحد العامين عاد باش تقدر تعرف كرة القدم الوطنية. يعرف مثلا
العقليه مثلا واخا هشام بيني وبينك واخا ولكن ما عنده ما تكونش عنده واحد الخبره كبيره بالنسبه له اون بلوس دو سا درب طنجه يعني الطريقه باش كتلعب طنجه ماشي هي الطريقه باش كتلعب الوداد وحتى على مستوى العقليه على مستوى الثقافه التقاليد هو غيمشي لطنجه غيعتمد بزاف على العقليه الاسبانيه والتقاليد بالنسبه للشمال المغرب كيكون عندهم بوكو بلوس الثقافه الكرويه الاسبانيه يبغيو يلعبوا التيكي تاكا بحال داك الشكل ديال الاسبانيه ما كنظنش يقدر يكون مصلحه الوداد اكثر يقدر يكون مصلحه الوداد اكثر فاش من موسم اللي فات الموسم اللي فات البدايه ديالو فكاين تغيير بزاف على مستوى التشكيله ديال الوداد لا مدرب اخر وتشكيله لاعبين اخرين ما كنظنش انه العرض الداري وداري وابو الفتح ما كنظنش انه لعب ضد اللافي وضد من خلال التصريحات ديالو فهو بين باللي غيركز اكثر على الجانب النفسي في هذه المواجهه هذه التعويض مثلا هذه الغيابات اللي عنده هاد اللاعبين والهزيمه في مباراه الديربي وما تنساش فهو بين من خلال التصريحات ديالو باللي غيشحن اللاعبين ديالو في هذه المواجهه شوف خالد هو حقه مشروع يشحن اللاعبين خصو يموتيفي اللاعبين يعني خصو يحط الوداد اللاعبين اللاعبين ديالو خصو يحط الوداد قدامه قدام اللاعبين ديالو باللي راه فريق ماشي ساهل فريق كبير يعني راه جاي يعني راه ما يمكنش جاي في نزهه جاي غادي يربحنا يعني هذا الشيء كامل هاد العوامل هذه دائما تيديروها المدربين ماشي موتيفين يموتيفي اللعابه خصو يعني داك الشيء اللي خدم تقريبا هذا الموسم او منين بدا مع الفريق يعني خصو ابليكيو هذاك الشيء في وسط لونترينمون خص التركيز خص الماركاج خص بزاف الحوايج يعني اللاعبين اللي كاينين يعني في الوداد صعيب باش تشدهم يعني مشي بالبوست يعني كاين المهارات كاين تكتيك كاين بزاف العوامل كاين كثير كاين اللي تيقلبوا على زيندو احتفاظ بالكره تيمشيو بالكره اكثر من 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 يعني مره ما تيجوش يعني هنا تيبقى دائما هو اللي ركزوا دابا خاصها تركز حتى اللاعبين اللي تكلمتي عليهم السبعه اللي ما غادي يكونوش مع المولوديه رسمي ربما هذوك السته ولا خمسه اللي غيشاركوا في المباراه ضد الوداد ربما غادي يكونوا مزيانين ما نساوش ربما غيكونوا مزيانين وغيلقى الوداد غتلقى صعوبه باش توصل للبطوله باش نكونوا واضحين يعني المباراه هذه بكل صراحه ماشي سهله بالنسبه للوداد يعني كنتمنى يجيبوا معاهم واحد الفوز يجيبوا معاهم المغرب باش يكون الحمد لله يكونوا جايين مرتاحين حتى العوده ديال الماتش هنا عاود تكون كره كبيره وغادي تكون غيكون ماتش عاوتاني ماشي سهل ونشوفوا اهداف عاوتاني وهذا الشيء اللي كنتمناو الوداد اليوم يكون في نهارو كيف ما تنقولوا ونمشيو مشاهدينا الفاصل ونرجعوا لكم باش نكملوا الحديث ديالنا على المباراه ديال فريق الوداد الرياضي ومولودي الجزائر
ورجعنا لكم مشاهدينا دائما مع الحديث على مباراة فريق الوداد الرياضي وضيفه مولودية الجزائر. فريق الوداد الرياضي اليوم غيكون اللائحة اللي اختارها المدرب فوزي البنزرتي لهذه المباراة، فهي كتضم كل من رضا التكناوتي، عيسى السويدي، يانيس حنين، هادو حراس ديال المرمى، أي تهلال، بدر قداري، العملود، عطيات الله، داري، أبو الفتح، كومارا، رحيم، فرحان، السعيدي، جبران، سرغات، الكرتي، الحسوني، وكلافي، مصوفا، الكعبي، ونجم، والمترجي. ديال اللائحه ديال الوداد الرياضي اللي اختار المدرب البنزرتي في هذه المواجهه. هذه هي لا ليست اصلا اللي كاينه. اذا تكون عندك الاختيارات ديالو هو المراكز اللي غادي يعتمد عليها، حيت المباراه كما قلنا ماشي سهله، غادي نشوف اللاعب اللي غيكون جاهز، اللاعب اللي عنده امكانيات باش قد يفوز، اللي غادي يعرف باللي المدرب او الخطه ديال المدرب تعرفوا حنايا، يعني تعرف الفرقي تعرفهم مزيان، تعرف الوداد كذلك، تعرف المكان كما تقول لي كاليتي ديال الجمهور اللي عنده. يعني هنا دائما هذه يعني ماشي شامبيونه كما تنقولوا ولا بطوله، يعني غنلعب معاك ولا تلعب معايا ولا 30 ماتش مايمكنش تعوض، مباراه ما يمكنش لها تعوض. يعني المباراه ديال اليوم خصك تجيب ضروري الرباح بالامكانيات اللي عندك، بالامكانيات اللي عندك، ماشي نقول الامكانيات هنا، حتى الطريقه ديال خصها تكون عقلانيه، حتى الاختيارات ديال اللاعبين خصها تكون في محلها بكل صراحه. والبنزرتي كيعرف بزاف يوظف اللاعبين ديال الوداد، كيعرف يوظف اللاعبين في الفريق، هادشي اللي كيميز فوزي البنزرتي. كما قال خويا سفيان، يعني انا المدرب الوحيد بكل صراحه اللي عندنا دابا في البطوله اللي تيقرا الخصوم اللي غيلعبوا ضده، يعني حتى راه دار واحد الدراسه ولا قراءه على المولوديه، الضعف ديالو والقوه ديالو في الكنايه. يعني حنا من البدايه قلنا يعني الهجوم ديالو الميوتيرا راه اللاعبين عندهم ممتازين بالنسبه لحكم الاهداف اللي تماركاو عليه، حتى المدافعين ربما عندهم ارتباك، يعني تنقول ماشي يعني ما عندهمش الكاليتي يعني قويه اللي غتنافس يعني المهاجمين ديال الوداد. حكم المهاجمين اللي عندنا ديال الوداد ربما غادي يخليو يديروا المدافعين غيديروا واحد الاغلاط اللي غتادي الوداد ربما تماركي واحد البيت ولا جوج كما تنقولوا، وغادي تلعب مرتاح، غتلعب مرتاح وما يبقاش يضيعوا، ما نضيعوش كاع الكواري، ما نضيعوش، نخليو دائما لكن غادي نزيدوا دائما زياده تكون عدديه من حتى الخطه باش نلعبوا مثلا 4-1-2-3 تتكون دائما زياده عدديه. ديما تنشوفوا 5 قراب للبوطو، 3 ديال المهاجمين بليس 2 ديال الميلوتير اوفونسيف اللي تيكونوا ورا الظهر ديال المهاجمين، حتى الميلوتير كذلك تيكون قدام لي ديفونسور، حتى لي ديفونسور تما خصهم يزيدوا يقربوا الميلوتير يقربوا المهاجمين. هنا ندير واحد كما نمشيو كاملين ونكونوا قراب، ملي تكونوا قراب حتى الكره دوزيام بالون اللي تضيع ما تطيح لينا نكونوا حنا قراب، ملي تناخذوا تما فخصها تكون الخدمه، ملي غناخذوا الكره وتكون قريبه للكاري زوج تما في خصنا نشوفوا ملي غادي ندوزوا، واش نقلبوا على زيندو، واش نقلبوا على ليتير، واش نقلبوا على الباس. الدور اليوم اللي يقدر يلعبوا الكعبي ومصوبه ولا في التاثير على المدافعين ديال مولوديه الجزائر. او الدور اللي يقدر يلعبوا الكعبي بدرجه اكبر. هو خلق مساحات اللاعبين ديال الاطراف، او خلق مساحات اللاعبين اللي كيجيو من وسط الميدان، التوغلات ولا داك كما تنقولوا لي زابيل. شكرا لي زابيل ديال الكلتي او لابيل ديال مصوفا، مناجم، لافي، اللي غيمشيو في الظهر ديالو، حامل لقب، هداف شان، محترف في الدوري الصيني، لاعب دولي مع المنتخب المحلي ومع الفريق الاول، ثاني هداف البطوله، 7 ديال الاهداف او شي حاجه بحال هكا، يعني السمعه ديالو سابقه، غادي يكون واحد الحضار من الفريق الجزائري، ردوا البال منه. يعني اي ابيل غادي يديروا الكعبي الا هو غادي يمشي معاه لاعب ويدير لاعب اخر التغطيه في الظهر ديالو، تما فين خصنا ناخذوا نخليو مساحه في واحد المكان ما
تما فين نقدروا نلعبوا على التحركات ديال 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 ايوب الكعبي. يقدر ايوب الكعبي اليوم يكون حل من حلول الوداد شي ماركي على مستوى الهجومي بدون كره. هو ماركي ما نبغيش جمهور الوداد يتقلق على الكعبي الا ما قاش بزاف الكره اليوم، ولكن يشوفوا التحركات ديالو الاماكن الفارغه. الله يرحم لك الوالد. يعني الكعبي يقدر يكون يلعب بلا كره. هذه سفيان خويا ديال النقطه اللي بغيت نقول، بحكم حنا مهاجمين او لي زاتاكولي ديالنا اخي، بحاجه على المدافع شنو اش ما تيبغيش في العالم عالميا المدافعين. ملي يكون عندك مهاجمين بحال شكل مثلا رونالدو، كيفاش تيدير لي زابيل قدام لي ديفونسور، تيتعذبوا لي ديفونسور. الا بقيتي واقف تتسهل الديفونسور، تتسهل عليه، يعني كما تنقولوا تياكلك. ولكن ملي يكون عندك تحرك يعني في لا دروات في لا غول، تولي المدافع تولي عندهم ارتباك. مع العلم عندنا حنا اللافي كما قلتي، عندنا اوناجم يعني اللي يسرع. ملي تخرج تخلي اوناجم ولا اللافي مثلا تخليه الاسبار، ما نساوش الحسوني ملي ياخذ الكره وتيعطي لك لاباس مثلا للكعبي وتدير لها رويز. شو شحال واحد تيجي معاه مثلا الكعبي، شي الا كانوا هما اربعه المدافعين والمهاجم ديالنا خرج معاه المدافع، شحال تنوليو جوج مثلا ضد ثلاثه، وعندنا مساحات وعندنا لي كاليتي الدراري اللي كيشدوها في الرجلين يعني ماشي خايبين. يعني يقدر يدرب لك واحد جوج، يقدر يدخل بها كاري زوج، يقدر يصيد بينالتي، يقدر يصيد الكوفرو، يقدر يخرج الكره ورا الكاري زوج، يقدر يجي لي تير، يقدر يجي بزاف د الحوايج. علاش؟ حتى الميلو تيران خاطري كما تنقولوا بالاخص تحسوني، الحمد لله اللي غادي يعني التحسن يعني كان خاصو المباراه فعلا. ملي لعب واحد اربعه الماتشات ولا خمسه الماتشات، ولا نشوفوا الحسوني من اللعابه اللي خصو يكونوا رسميا وسط الميدان في الوداد. بصراحه نقولوها يعني كل واحد عطيو حقه. اثبت الجداره ديالو في الماتشات اللي فاتوا بحمل قميص الوداد الرياضي. اليوم كتبقى المساله ديال المشاركه ديال فريق ديال عفوا ديال يحيى عطيه الله، مسألة كتعلق بالقرار ديال فوزي البنزرتي بسبب الإصابة ديالو. اليوم أمس فهو رجع ترينا مع الفريق في الحصة التدريبية الأخيرة قبل الماتش، عنده واحد الإصابة في الريجن ديالو. واش من الممكن يشارك بدر قادرين؟ هادشي كيتعلق بفوزي البنزرتي، الخيار الأخير كيرجع لفوزي البنزرتي. ما كنظنش أنه غيكون تأثير كبير، لان كما كان الحال المباراه ديال اليوم بالنسبه للوداد حنا متفائلين ونتمنوا الفوز للوداد، وعند الوداد امكانيات الهجوميه باش انه يقدر يسجل خارج ارض الميدان. مي حنا لاعبين ضد واحد الفريق اللي حتى هو فريق يحسب له ويضرب له الف حساب، ماشي سهله. لاعبين ضد واحد الفريق اللي في الملعب ديالو مباراه الربع نهائي كاس افريقيا، فريق جريح جاي من هزيمه، هذه كامله عوامل تخلي ان الفريق الجزائري يدخل باش يسجل عليك منذ الدقيقه الاولى. والبارح كانت زياره ديال الجماهير ديال المولود ديال الحصه التدريبيه ديال الفريق، فوالا باش يموتيفيو. يعني بغض النظر على هذا الشيء كامل، فانت راك غادي تدافع اكثر في المقابله. وقت ديال المباراه في 90 دقيقه غادي تقدر تدافع اكثر من انك تهاجم، غتحاول تحتفظ على الكره. يعني حتى المدافعين ديال الاطراف اللي هما سواء لعب بدر قادرين او لعب العملود او لعب اي لاعب، فهو غادي يكون يدافع اكثر ما انه يقدر يهاجم. تكون مسانده هجوميه في بعض المرات، من الشغل الكبير غيديروه اللاعبين ديال الاطراف اللي غادي يلعب في الاطراف، خصو يرجع يدير المسانده الدفاعيه وعلى المستوى الهجومي بجوج بهم، حتى الكعبي باش نوليو بلوك ايكيب، ندافعوا باكبر عدد ممكن من اللاعبين. وحتى في الهجمات ديالنا ولا الهجمه المرتده بالارتكاز على 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 ايوب الكعبي، يكون كثافه هجوميه اكبر، يمشيو اللاعبين ديال الاطراف، يزيد عليهم الكرتي والحسوني وايوب الكعبي. تكون مي عاوتاني يبقى اللاعب اللي غيبقى سوا السعيدي سوا جبران، يبقى على مستوى التنشيط الدفاعي او العوده للدفاع، تكسر الهجمات ديال المولوديه. يعني سواء لعب قادرين او لاعب اخر، فخصو يركز اكثر على المستوى الدفاعي ويحاولوا يحتفظوا بالكره اكبر وقت ممكن، لان ملي كتلعب بحال هاد المباريات اقصائيه وغادي تلعب خارج الميدان، فقد ما خليتي الكره عندك قد ما كتقلق الخصم، كيولي كيقول الوقت تيدوز،
كيولي تيقلب على الكره يلعبها بالزربه تما كيولي التسرع كيولي اخطاء في التمرير هادشي كامل غيولي مصلحتك اللي يقدروا يديروا الوداد في بدايه المقابله يمتصوا الضغط ديال 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 الفريق الجزائري يحاولوا يحتفظوا بالكره اكبر وقت ممكن ما يكونش داك التشتيت العشوائي ديال 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 الكره حتى التشتيت ديال الكره يقدر يكون الا غادي نشتت الكره نحاول نركز اني نشتتها في الاطراف باش الا خرجت التوش نقدروا نطلعوا ونضغطوا تما ما يكونش داك التشتيت في وسط الميدان المدافع يرجعها تعاود ترجع عندنا دغيا الكاري 18 نتمنوا التشتيت هذا كما تقول سفيان هو غادي يكون مع المولوديه علاش حيت ملي تيقول سفيان الاطراف خصنا نوليو ندافعوا اكثر عدد علاش اكبر عدد من اللاعبين اكبر عدد ديال اللاعبين ولكن خصها تكون الطريقه ماشي غنبقاو ديفونديف وي مي غنبغيو ديفونديف يعني كي مي غنديفونديف كاين الطرق مي غناخذوا الكره شكون اللي خصو يمشي واش غيمشي الكعبي واش غيمشي مناجم واش غيمشي لافي واش غيمشي صوفا واش غيمشي حسوني يعني خاص يكون خطه يعني بيان سور خاص تكون خطه باش غادي نمشيو خلي نكمل خلي هاد المهم معلاش حيت مي غير كما تيقول سفيان غادي الاطراف يجي وغنوليو ندافعوا بخمسه تنخليو المولوديه ما يبقاوش يلعبوا الكره مي غندفعوا اكثر عدد يعني ما بقاش عندهم الحلول باش غادي يلعبوا الكره ولا بقى لا في مثلا في يعني في الاطراف لا دروات ولا خوف لا جوش احنا شو شحال تبقى ديال المساحه يعني حتى لا ريدرو ولا لا جوش ممكن الا خداها الديفونسور الا خدا المدافع الكره غادي يعطيها مثلا لا ريدروش ديال 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 المولوديه ويقدر يزيد بها يقدر يخرج ميلو تيري يقدر يخدم مع راوميز يقدر بزاف الحوايج هنا ملي تنرجعوا كاملين ملي تنسدوا نخليو المولوديه هو اللي يضربوا كواري طوال هنا ملي تيكون كره طوال طوال الحمد لله عندنا ديفونسور يضرب الراس ديال عندنا حارس يعني ممتاز كاع لا خرجت الكره قطع لا خرجت وراء لي ديفونسور ربما يقدر ياخذها بيدو يقدر تكون يعني حتى هو يشارك في العمليه يولي يولي مهاجم بهذيك الكره اللي غياخذ يقدر يلونسيها يعني برجلو او بيدو ولي زاتاكو سريع هنا ملي غياخذوا الكره خص يعرفوا شكون اللي غيمشي شكون اللي ما غاديش يمشي يكون اكثر عدد قدام 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 البودو ونخليكم يخليهم دائما دائما احتفاظ بالكره وربما غادي نتمنى تكون هدف يجي بكري باش تسهل تسهل الماموريه يعني وما ننساوش التواجد ما تنساوش وما ننساوش التواجد ديال المؤيد اللافي داخل الوداد الرياضي هو لاعب سابق لاتحاد العاصمه يعني لعب مباريات ضد المولوديه الوجديه لعب مباريات مولوديه الجزائر مولوديه الوجديه مولوديه الجزائر قدر انه يقدر انه يعطي معلومات للاعبين ديالو على مستوى اللاعبين اللي غيلعبوا ضد المولوديه عندهم هذا الشيء في الهاجس ديالهم واحد اللاعب اللي فايت لعب في الدوري الجزائري عارف العقليه وماشي خايف رجلي يعني هادو على الورق على الورق او بدايه مؤشرات ايجابيه كثيره بالنسبه للوداد ان شاء الله بحول الله جوج لواحد الوداد الرياضي وانت هشام كل واحد ليش ليش هذاك الواحد زعما كيفاش ليش هذاك جوج زيرو جوج زيرو ما عرفتش انا جاتني جوج لواحد سيدي حنا كنتمنى لا جوج لواحد ماشي في البلاد عندهم جوج لواحد عندهم الوداد الرياضي ممثلين اه ماشي ما بزاف بزاف الوداديين معايا ها جوج لواحد جوج لواحد اه شي 4-0 اه جوج شي مفرج معايا في هذا الماتش محمد الودادي كيقول لنا الوداد فريق كبير سنفوز او نتعادل وفي المغرب 4-0 كيشوف باللي الوداد غيربح في الجزائر وتقدر تعادل ولكن في المغرب الوداد غيربح 4-0 مسموحش لك ملي غتجي هنايا مسموحش لك تعادل ولا ما كندويش على التعادل هنا خصك تربح هنا خصك تربح جوج ثلاثه اربعه شوف شوف شي يجي خصك تربح شي يجيب انتصار شوف تجيب انتصار من الجزائر عندك جوج ديال لي زافونتاج الاولى جوج افونتاج ديال انك منتصر خارج الميدان وغادي يجي عندك داك الفريق يقلب على انه يسجل عليك يعني غيترك لك مساحات والامتياز الاكبر اللي عندك هو البنزرتي كيعرف يلعب مع الفراقي مباراه من بعد اسبوع كيعرف يلعب البنزرتي شفناها شفناها في البطوله ولا في الكاس يعني تقدر تعادلتي مع السريع واتزم بواحد الواحد ربح واحد ربح واحد زيرو بالزز ولكن ما تنساش فاش رجع لعب معاهم ما كانش من المفروض على واتزم انه خصو يخرج يلعب الكره بغى يسد وبغى يدير ولكن عرف ينتصر محمدية نفس الشيء ولكن ما نساوش فؤاد صحابي حتى هو اللي كل واحد عطيه حقه حتى هو
كما تنقولوا والدار، يعني مثلا نقولوا الدار المغربي عارف الفروق عارف بزاف ولد والدار حتى ولد الوداد ماشي راه كيعرف الفريق الوداد ضرب الوداد يعني ماشي حيت لعب مع الوداد يعني الوداد عطاتو مثلا فيقاتو عطاتو كما تنقولوا عطاتو الدرس وعطى الدرس للاعبين الحمد لله غادي في الطريق الصحيح ورسي جوج انتصارات وتعادل جوج انتصارات وتعادل بعد مباراه الوداد كما تنقولوا شم شويه نفسو بعدا نفسو شويه وشموا ريحه الهواء كما تنقولوا يعني راه غادي في طريق صحيح بكل قبل ما ننتقلوا للموضوع ديالنا الاخر على فريق المغرب الفاسي فوز البنزرتي في التصريح ديالو يوم امس فقال حنا ما عندناش مشكل المباراه تكون سهله ولا صعبه قال لهم ما كايناش مباراه سهله ولا صعبه وقال باللي انه كيعرف مزيان الفرق الجزائري والبنزرتي راه كيعرف كاع الفرق الافريقيه بيني وبينك قول لي شي بلاد ما مشاش لها قال لك حنا واجدين لا واجد تشوف خصو يقول بحال هكا لانه راه ماشي يدربش فريق اللي يلاه بادي وكيدرب فريق واجد فريق واجد فريق كيلعب على الالقاب فريق هو مدرب ديال الالقاب وهو مدرب الالقاب وفريق ديال الالقاب وحتى اللاعبين اللي عنده فعنده في كل مركز جوج ثلاثه ديال اللاعبين يعني حتى داك التدوير اللي دار ديال اللاعبين كان المصلحه ديال المصلحه ديال الفريق ونتمنى خير في هذه المقابله وما عارفش عندي واحد الاحساس ان الوداد غير رجع بنتيجه انتصار منه ان شاء الله هادشي اللي كنتمناو كنتمناو فريق الوداد الرياضي يفوز باكبر عدد من الاهداف هناك بالجزائر وان شاء الله تكون مباراه سهله هنا في المغرب مباراه ديال ننتقلوا لموضوعنا الاخر فريق المغرب الفاسي ففريق المغرب الفاسي وصل لاتفاق مع المدرب التونسي مدرب جديد في البطوله الاحترافيه اللي غيلتحق بالدوري المغربي فتحي الجبال فهو وصل اتفاق مع فريق المغرب الفاسي من اجل تدريب الفريق لمده عام ونصف شوف بسم الله المدرب ما عنديش عليه شي حتى انا ما الخليج بزاف حتى انا ما عرفتوش الخليج ماشي هي البطوله ديال المغرب باش نكونوا واضحين فهمتيني حكم الرطوبه هذا سفيان راه كان يعني محترف في ديك في ديك البلاد في قطر في الامارات حكم التجربه ديالي كذلك كانت عندي واحد التجربه قليله في الامارات يعني حتى التدريب ماشي يعني متغايره على التدريب عندنا مثلا ولا في الخارج تنتمنى لي التوفيق في مع هو اللي غيختار الطاقم ديالو شوف ملي واش غيجي مع الطاقم ديالو هو اللي غيختار الطاقم مشكله والله ملي غادي تجي معاك ملي غتجي معاك مثلا الطاقم ديالك المساعد ديالك او بريباراتور فيزيك ديالك يعني هو انت ما عارفش الفريق علاش مبني الفريق شكون اللي غيوريك اللاعبين هو الهدف اللي غيكون شنو هو المخطط ديال شنو هو الهدف هو الحفاظ هذا الموسم هذا الحفاظ على الفريق ضمن شنو هو الهدف القسم الوطني الاول شنو هو الهدف شنو الاستراتيجي باش جيتي المغرب الفاسي شنو هي الطريقه باش غادي تخدم بها نتمنى ونشوفوا واحد المباراه ولا جوج حكم شفنا يعني يقول ثلاثه المدربين اللي تبدلوا يلا تبدل يعني سميتو غامطي جريندو شفنا غاموندي شفنا سليماني عزيز هو كان مدرب مساعد حتى هو يعني هنا اختيار ربما ديال كيفو كما تنقولوا يعني داخل المكتب تشوف اختيار كيفاش داير كيفاش كيبان المكتب المسير يعني اختيار ربما ما كانوا على الاقل كانوا يخليو عبد الطيب جريندو بكل صراحه كانوا يخليوه تنشوفوا شنو كاين بلا ما غيروا جوج مدربين ولا ثلاث مدربين تنوليو عندنا الشك في المدربين ولا عندنا الشك وسط المجموعه عندنا الشك ما عندناش الحلول ما عندناش بزاف الحلول شوف نتمنوا هذا المدرب هذا يعطي واحد النتيجه ايجابيه دابا حنا هو راه ماشي مغربي ولا هذا هو محترف يعني من المحترف خصنا هو مساوي دابا ملي غي يدرب فريق المغرب الفاسي فهو مساوي انا ملي كنتكلم مثلا محترف يعني مدرب عندك امكانيات باش تاخذ واحد الفريق ماشي سهل فريق ما لاقيش ديك التوليفه ما لاقيش الرباحات ما لاقيش بزاف الحوايج يعني انت في هذه الظرفيه هذه خصنا نشوفوا واحد الماتش ولا جوج مسموح تقول كل ماتش عندك كما تنقولوا نهايه او اقصاء يعني ما يمكنش لك تعوض المقابله يعني مباراه لا لعبتها اليوم ما يمكنش لك الاسبوع الجاي غتعوضها نيت والماتش دابا في البطوله كيحتل المركز 12 ب 18 نقطه صعيب 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 صعيب
صعيب. نتمنى ليه التوفيق، نتمنى ليه التوفيق هذا، ولكن واختيار ربما ديال المكتب كما تقولوا اعتق الموقف اكثر من قبل ما يبدا روتور واحد الماتش ولا جوج ولا ثلاثه غيولي عندهم التغيير اللي كنتمناو يعطي الصح هو الفريق المغربي الفاسي. لالودي واش ولا الحلول بالنسبه للفرق المغربيه والتعاقد مع المدربين التونسيين؟ شفنا الوداد الرياضي غنزيدو غير شويه وغادي تولي البطوله الوطنيه المغربيه باطر تونسي. شفنا من قبل الوداد الرياضي تعاقد مع فوزي البنزرتي اكثر من مره، الرجاء الرياضي كان هو قبل منه تعاقد مع فوزي البنزرتي، الرجاء عاود تعاقد مع الاسد الشابي، دابا كنشوفوا فريق المغرب الفاسي كيتعاقد مع فتحي الجبار. قبل منه كانوا تجارب ديال مدربين تونسيين مع فرق مغربيه. دابا ولاو لا جزائري جزائري شي خاص شي خاص حتى هو جيران فرقهم لا حتى هما الحدود بطروت حتى هما الحدود مع حلول. شوف ما عرفتش انا المغربيه في المدربين التونسيين لا ما عرفتش صراحه ما عرفتش لماذا الاعتماد، واش كاين شي مخطط، كاين شي اهداف، كاين انا ما صراحه ما كنعرفوش فتحي الجبال فين كان كيشتغل او ما سبق لي دابا فوق في الخليج كذلك يعني نفس الشيء اللي قلنا على سعد الشابي غادي نقولوا على فتحي الجبال. اننا نتسناو ونشوفوا شنو يقدر الاضافه اللي يعطي الفريق المغربي الفاسي. جاي حتى هو بنفس نفس داكشي اللي وقع لسعد الشابي، جاي في واحد الفريق اللي ما فيهش استقرار على مستوى النتائج، ما فيهش رضا كبير من طرف الجمهور. مركز الثالث لا ماشي ما فهمتينيش يا هشام. لا استقرار على مستوى النتائج فجاء لسعد الشابي الرجاء، كانت الرجاء متمركزه في المرتبه الثانيه، جات من هزيمه ضد الوداد، اقصاء في عصبه الابطال، ماشي داكشي اللي كيطمح ليه الجمهور الرجاوي. مستوى الاداء القيل والقال على مجموعه من اللاعبين، على مجموعه من اللي كان ممكن يخلق المفاجاه ضد الرجاء مع فريق ديالو الاتحاد المصري. فوالا مع الاتحاد المصري الرجاء فاز عليه بضربه الجزاء. نفس الشيء بالنسبه لتغيير المدربين بزاف المغرب الفاسي، هذا هو المدرب، نقدر نقول لك هذا هو المدرب الرابع دابا المغرب الفاسي، عطيف جريندو، غاموندي، سليماني راه دابا قاد جوج ولا ثلاثه ديال المباريات. نتمناو نشوفوا الاضافه. حنا اي اطار اجنبي كيجي نتمناو يعطينا الاضافه، يعطي البلوس بحال المحترف. المحترف ملي كتجيبو كطمح انه يكون احسن من اللاعب المحلي باش يستافد منه ويعطي الاضافه، يعطي مجموعه من الحوايج. تجيب محترف من الخارج يعني حنا الاضافه. حنا كنلعبوا ضد بعضياتنا ملي كيلعبوا الاطر الوطنيه ضد بعضياتهم، فانت كتعرف سلامي كيفاش كيلعب، كتعرف المرابط ولا كتعرف الدريدب ولا كتعرف السكيتيوي كيفاش تيلعب، كتعرف فؤاد الصحابي كيفاش كيلعب. حتى اللاعبين الا المدرب ما كيعرفوش اللاعبين كيعطيو معلومات على التدريب ديالو كيفاش كتكون ها كيفاش اللي الا ما لعبتيش ضده كتلقى شي واحد سته ولا سبعه لاعبين يشتغلوا معاه. وهذه اللي قال خير، قال ربما راه غادي يجيب ستاف ديالو. كيفاش غادي يجيب ستاف ديالك وانت ما عارفش اللاعبين ديالك؟ جايك ليها دابا ملي كتجي كتهضر على 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 ستيفن شيخه. دابا كلشي كيعرف بن شيخه طريقه العمل ديالو وطريقه اللعب ديالو وطريقه حتى هذاك الاطار اللي كيلعب ضد بن شيخه كيستافد. ان بن شيخه يقدر يلعب لك بواحد جوج ثلاثه ديال 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 الطرق او نهج تكتيكي في المباراه. انت كتشتغل انت كتغير من النهج ديالك، التغييرات بن شيخه يدير لك تغييرات على حسب التغييرات ديالك. الشيء اللي كنتسناو غادي يجيك دابا واحد الاطار جديد، عقليه جديده، يقدر يجيب ان سيستم دو جو جديد، طريقه لعب جديده اللي حنا غادي نشوفوها. نتمناو انه يعطي الاضافه يستافدوا منها المغرب الفاسي بالدرجه الاولى، اللاعبين ديال المغرب الفاسي بالدرجه الثانيه، والكره القدم الوطنيه. ملي كتقول لي هو اللي غيختار الصف ديالو بناء على ماذا؟ الخطير هو انه واش يختار الصف ديالو بناء على لاجون اللي غيجيبو. هنا امر خطير، صعيب الحال.
خصو ملي يجي خصو بدا العقل خصو ملي يجي خصو يتحط قدام بغض النظر على الماتشات هشام بغض النظر نهضروا على الصطاف الصطاف اللي عندي اللي غيكون معايا شكون شكون ترشح هشام يكون اجوان ديالو لو قلت رشح هو سليماني ولي خصو يكون اقرب كيعرف هو سليماني هذا هو المشكل هذا هو المشكل حتى هاد الشاب ملي جا لافاجا واش كان كيعرف بكاري كان كيعرف واش وصلوا شوف كل واحد لعب ضدهم لعب ضدهم وي هذا لعب ضد شي حد انا تسولني غنقول لك تسولني نقول لك يخلي سليماني شي انا تسولني نقول لك خلي سليماني وجيب لاعب سابق المراني مجموعه من اللاعبين الشطيبي مجموعه العميد الفريق اللي كان وسط الميدان دا معاهم الكاس الافريقيه راه دابا مدرب كنظن في شي فريق في الدحماني الدراري اللي يلاه سالوا الكره مؤخرا نفس العقليه ديال اللاعب دابا حاليا نفس العقليه صحابي عرفوا بعضياتهم ايتو نفس العقليه باش تقول لي غادي يجي او كاين طريق اخر او كاينه طريق اخرى نجي نحط لي سي في قدام هذا المدرب نحط لي سي في قدام هذا المدرب ونخلي هو يختار لاعب تما وي تما نكونوا وصلنا لعقليه احترافيه اما باش تقول لي انا اجون ديالك هشام هشام اطار وطني اطار اجنبي جا اول مره غيحط رجله في المغرب تقدر تلقاه مع عمرو جا دار توريست لا في المغرب اول طبعه عليه في الباسبور ديالو علو ديال القيمه ديالو واش نكمل لك الفكره ديالي انا اجون جبته هشام جا لا سيدي انا غندير الصطاف ديالي هشام يعيط ليا انت مغربي كتعرف الناس في المغرب شكون ترشح ليا نديرو في الصطاف ديالي هنا غتكون غيكون داكشي صعيب دابا كنشوفوا ثلاثه ديال والله الا نقطعك وسمح ليا ها علاش الاداره التقنيه مهمه بالنسبه للفراقي علاش هنا الدور ديال الاداره التقنيه الاداره التقنيه اللي ترشح ليه ثلاثه ولا اربعه ديال الاسماء يكونوا واجدين يكونوا واجدين محطوطين ها ما عندك هذا ما غادي تسيني علاش السيدي تسيني مع الفريق تنوجدوا لك شكون اللي غيكون معاه اختار الفتح ضمانات الاداره فتح جوالي شكون كان لاجوا ديالو مصطفى ابن الفريق لعب في الفريق كان مدرب في فئه السنيه وهذا ملي خدم مصطفى الفريق شكون كان المساعد ديالو نبيل بها لعب في الفريق اشتغل فئه السنيه كان مع وليد خدا لي ديبلوم ديالو هو في الفتح ملي مشى جا 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 هذا المدرب دابا شكون اللي معاه في الصطاف مراد الزيتوني شفيق خدموا لسنوات في فئه السنيه وهذا ماشي هو ضعف ديال المدرب هو خصو يعاون تعاونوا اللاعبين يعني اللي ولاد الفرقه كما تنقولوا شفنا نيت المدرب ديال الفتح يعني راه غير التشكيله ديال شفنا لاعبين لوقيت صغار شفنا واحد لاعبين شباب بالدراجه في الماتش اللي فات المباراه اللي داروها ماتش ماشي سير ماتش فهمتيني مهم كما تنقولوا من فم السبع ولكن كانت الكره يعني حنا مش نقولوا المدرب ميجي انا ماشي عيب تحط واحد يعني ابن الفريق وعندهم يقول ماشي عيب الفريق حيت انت لعب فيه في الفرقه خصنا نجيبوك نحطوك مع المدرب خصك تكون عندك الكفاءه بيان سور تكون عندك الكفاءه وتكون قادر وتكون عندك سمعه بعدا اللجوء دابا ديال الفرق المغربيه للتعاقد مع المدربين التونسيين دابا عندنا ثلاثه ديال الفرق من اعرق الفرق المغربيه بنشي خارج منهم قلت لك بنشي خارج بحال بنزرتي ولا هو اللي فتح هادشي ولا ما عنده مدرب كبير عند الكفاءه ديالو بالنسبه للالقاب اللي دا مدرب يعني تيشفع عليه داكشي ما تحاسبوش معاه بالعكس القيمه ديالو والشخصيه ديالو تيبقى دائما مدرب كبير المدرب ديال الوداد بكل صراحه يعني حتى المدرب اللي جاو يعني راه هادو مثلا ديال هاد مثلا ديال الرجاء ولا ديال هذا اللي غيجي دابا المغرب الفاسي يلا تيبقى المكانه ديالو يلا غيحط رجلو يلا غادي يبني يكسب السميه ديالو كما تنقولوا يعني التعاقد دابا ديال الفرق المغربيه دابا حنا كنشوفوا عندنا ثلاثه ديال الفرق من اعرق الفرق المغربيه المغرب الفاسي اضافه للمغرب الفاسي الرجاء الرياضي والوداد الرياضي بزوجهم هاد الفرق هادو كينافسوا محليا وكذلك قاريا اضافه للمغرب الفاسي اللي حتى هو غيتعاقد دابا مع المدرب التونسي واش هادشي كيعكس باللي المدرب التونسي اكثر كفاءه من نظيره المغربي كون اكيد وانا نعطيها لك دابا وعقل على التاريخ ديال اليوم يجي يدير جوج ديال الانتصارات من هنا لنهايه الموسم تلقى عندك خمسه ولا سته ديال المدربين التوانسه حتى العقليه حنا كنمشيو مع الموجه حنا ما كنمشيوش مع استراتيجيه شوف كنمشيو مع الموجه اخويا كنمشيو مع الموجه
ذكرني بشي محترف ليبي كان عندنا في المغرب فاز العاب ليبي ذكرني كاين سند الوفي اللي لا قبل سند الوفي اللي ذكرني قبل لا قبل هادو ذكرني واش حلقه ديال داك ما كنظنش كاع واش كان كاع ما كانش عندنا كاع اصلا محترف ليبي من اللي جا الليفي اللافي قدم الاضافه شحال عندك من محترف ليبي دابا جا سالتو زيد ومشى وشكون جا دابا مشى الاهلي طرابلس وجا مؤيد لافي ها هما ولاو عندك المحترفين واحد الوقت كانوا عندنا فوق شي ستة ولا سبعة ديال اللاعبين السنغاليين حنا غير مع الموجه صح شوف حنا مع الموجه ملي جا اختي كنا نجيبو محترفين من امريكا اللاتينيه كلشي جاب سميتو كلشي جاب جات واحد الموجه ديالاش مغاربه حاملي الجنسيه المغربيه ومغاربه الاصل ولكن ابناء المهجر دابا الفرق غير بدا واحد كلشي كيجي ملي جا بن الشيخه وحقق نتائج ايجابيه مع الدفاع الحسني الجديد شحال من مدرب جزائري جا للمغرب جاو مو جاو جاو من ورا جاو من ورا جاو من ورا من كيز مولوديه الوجديه الكوكب وقيله واحد الوقت اول هو دابا شنو رايكم في هذا الانفتاح ديال الفرق المغربيه على المدربين العرب على حساب النتائج على حساب النتائج ديال المدربين انا نقول لك انا كون اكيد على حساب النتائج حنا بدينا نرجعوا احنا دابا بدينا نرجعوا لواحد الظاهره اللي كانت عندنا شحال هذه شحاته في الدفاع الحسني الجديد من اللي جا شحاته موراها شفنا في المساعد ديالو جديده من جديده الوضم وكان واحد الوقت شي جوج فرق ولا ثلاثه بداو كيديروا نيغوسياسيون مع مدربين من مصر غير شوف هي موجه كتجي ماشي استراتيجيه لا حقه حنا عندنا استراتيجيه مع شنو مع الفرنكوفون لا مع الفرنكوفون والمدرسه الفرنسيه البلجيكيه هادو على مدار السنين كنبقاو غاديين معاهم بالنسبه للمنتخبات لا ميم شوز بالنسبه للشمال المغرب بوكو بلوس للمدرسه الاسبانيه بوكو بلوس المدرسه الاسبانيه كيعتمدوا بشكل كبير على المدرسه الاسبانيه حتى بالنسبه للمحترفين ديالهم شفنا لاعبين اسبان جاوا لعبوا في طنجه لعبوا في تطوان وهذا عادي عادي بالنسبه لك دابا راه واحد دابا راه غنرجعوا لواحد الظاهره اخويا خالد اسمح لي الا قطعتك غنرجعوا لواحد الظاهره اللي كانت عندنا هذه سنوات بقينا كنشوفوا المدرب الاجنبي لا المدرب الاجنبي واحد الوقت كنتي كتلقى مدرب مغربي واحد ولا جوج اللي كتلقاهم كيشتغلوا في البطوله الوطنيه دابا بدينا نرجعوا للمدرب الاجنبي الظاهره ديال المدرب الاجنبي الوداد تبع معايا الوداد جديده الرجاء جيش بركان مغرب فاسي زيد شكون اخر مولوديه جوجدة شكون الفرق عاوتاني اللي عندهم مدرب اجنبي كان من قبل منا حسنيه دابا حاليا دابا سبعة الفرق جيش الملكي المدربين اللي عندهم وجيش الملكي والجيش ثمانيه لا ثمانيه الفرق واحد الوقت كان عندنا غير مدرب اجنبي واحد هو بن شيخه يعني وما تبقى كلهم اطر وطنيه يعني على حسب النتائج اخويا هشام يعني القراءه اللي على حسب النتائج شوف شفت شي كيعكس بلي كاين تراجع بالنسبه للمدربين المغاربه كاين تراجع او عدم الثقه في المدرب متى شفتوا تمنيه المحترفين يعني في البلاد ديالنا حنا ماشي ضد التصميم ولكن حنا عندنا كفاءه عندنا مدربين مغاربه خاصهم الوقت خصني نعطيك الفرقه نعطيك ليكيب اعطيني الوقت تحسش معايا انا ماتش جوج حتى ذاك المغربي حتى ما يقدرش يواجهك ما يقدرش يقول لك كيصبر كيصبر لحقه ويصبر بزاف الحوايج يقول لك اللهم تمشي وما نورش المشاكل مع بريزيدو ولد بلادي ولا مع الجمهور ديالي ولا مع الجمهور ديالي كاين هاد العوامل هادي تيحضر راسو وتيمشي بكل صراحه ملي تيجي مدرب محترف تقدر تعطيه ما نعرف شحال تعطيه او ديسير اوكي تيستافد ماديا ومدرب اجنبي ما معاش لا ما معاش علاش المغربي ما يكونش معاه الضحك علاش ما المغربي ما يكونش معاه الضحك دابا سوفيان تيحسب تمنيه المدربين صاحبي واش المدرب المغربي محبور هشام المدرب المغربي بالنسبه لي انا محبور انا بالنسبه لي رايي الخاص هذا محبور علاش حنا ما عندناش الكفاءه كاين مدربين اللي يلعب في الفرقه ديالو تقريبا 20 عام كاين اللي قرا 30 عام ديال القرايه كاين اللي شد فراقي كاين اللي عنده ديبلوم العاب كاين اللي عنده بزاف لي ديبلوم عنده الكفاءه باش يشد
يشد اي فريق معين في المغربي عندنا في البطوله الوطنيه. علاش ما يشدش؟ علاش؟ شنو كيعطينا كاع هنا سميتو هذا؟ حيت هضرت تونسيه مثلا قلتي هضر الصبريونيه، راه كاين بعض المدربين اللي جاوا الفرق ديالهم وغيروا بزاف د الحوايج، غيروا بزاف د الحوايج، ولكن كاين شي فرق يعني علاش غادي نمشي نجيب انايا وانت عندك مدرب في المدينه ديالك ولا مدرب عنده السميه يقدر ياخذ يقدر ينقذ الفريق يعني اما كما تقولوا في اقرب وقت يقدر ينقذ. لانه ديما من قبل كما ذكرتي كانوا الفرق المغربيه كينفاشوا على المدارس الاوروبيه سيرتو الفرانكوفونيه المدرسه الفرنسيه ولا البلجيكيه، دابا جا انفتاح على المدربين العرب. واش هاد المدربين العرب هادو غيقدروا يعطيو واحد الاضافه واحد لو بلوس كيف ما كانوا كيعطيو المدربين الاجانب من اوروبا؟ حنا كنشوفوا حنا كاملين كنعرفوا النيفو والمستوى ديال كره القدم العربي. شوف غير واحد الحاجه باش نكونوا مفاهمين، المدربين اللي دخلوا لعندنا المغرب او المدربين الاجانب اللي دخلوا عندنا المغرب فهما جاوا بتجارب ماشي غير ديال بلادهم. بكل صراحه حنا ما جبناش مدرب تونسي اشتغل غير في تونس او جزائري اشتغل غير في الجزائر او مصري اشتغل غير في مصر، بس حنا كنظن المدرب المصريين جاو غير جوج، كنظن جاو غير جوج، جا غير شحاته والمساعد ديالو اللي كان، فهما اشتغلوا باستثناء المساعد ديالو جميع المدربين او اغلب الا ما كنتش كنقول اغلب المدربين اللي جاو العرب اللي جاو للدوري المغربي فهما خداو تجارب على المستوى الخليج على المستوى العربي. نتمنوا انهم يعطوا الاضافه، هادشي ما غتقدرش تعرفوا الا كانوا نتائج وشفنا على ارض الواقع تغيير على مستوى الفرق. نتمنوا من الله نتمنوا ان هادشي هذا يعطي الاكل ديالو وتكون هاد الاتجاه يكون لمصلحه كره القدم الوطنيه. هادشي اللي كنتمناو كاين واحد التعليق يقدر ينفعنا على مستوى المنتخبات اكثر، لان غنبداو نعرفوا العقليه ديال المنتخبات العربيه اكبر واكثر. واحد التعليق زوين مهم، محمد ديال محمد الودادي كيقول المشكل في المغرب ليس في المدربين بل في المكتب، هو الذي يتدخل في جلب انتدابات بدون موافقه المدربين. خاص المكتب ما خاصش المكتب يتدخل في انتدابات المدربين. حنا في المغرب المدربين بحال ستوكون نافق. انا كنت كنقرا في واحد التعليق ما سمعتش شنو انا نكرر نعاود لك التعليق. المشكل في المغرب ليس في المدربين بل في المكتب، هو الذي يتدخل في جلب انتدابات بدون موافقه المدربين. خاص المكتب ما يتدخلش في انتدابات ديال المدرب. حنا في المغرب المدرب بحال السوق، كل نهار كتلقى لاعب فارغ. شوف هو مدرب فارغ. دابا شوف خصك تعرف دابا ما بقاش، دابا خصك تعرف واحد المساله سفيان، دابا هادشي دابا هادشي ما بقاش. لا الا دربتي في القسم الوطني الاول ما عندكش الحق تعاود تدرب في القسم الوطني الاول. ولكن التحايل شفنا التحايل. لا التحايل اللي دار مره. لا كان لا الا دار غيدار مره، يعني ما تبقاش هنا وتمشي دير اداره تقنيه في جهه اخرى، مي ما غتعاودش دير نفس الاداره التقنيه في جهه اخرى. دابا كنشوفوا مثلا المدرب مثلا فريق شنو كيدير؟ كيدوز مدرب اليوم كيمشي يجيب مدرب اجنبي. شويه هذا راه النقطه اللي بغيت نقول لك يعني ديال الاخ، هو رئيس هو اللي يتحكم بالفريق، ولو تيجي مدرب تيجلس هو، ولكن الرئيس هو اللي تيجيب اللاعبين اللي عارفهم او اللي ماناجر ديال مثلا الرئيس هو اللي تيجيب ديال المدرب. ملي تنشوفوا هنايا لاعبين ملي تيجيهم مثلا الرئيس، مدرب ملي تيجي ثلاثة الماتشات أربعة الماتشات تمشي بحال هكا، كذلك رئيس هو اللي تيجيب ثاني المدرب. شنو الحل؟ هو الإدارة التقنية. الإدارة التقنية خص يكون راه أنا يلاه قلتها دابا. الإدارة التقنية خص يكون أنا يلاه قلتها دابا. سميتو كما تنقولوا إدارة ياك؟ شكون اللي غادي يتحكم في الإدارة؟ ولا الإدارة تحكم مثلا في المكتب موسير ديال معين ديال شي فريق، هو اللي خصو يقرر شكون المدرب وشكون اللاعب اللي غادي يجي، وتكون واحد الاتفاقيه بين المدرب وبين المكتب وبين اللاعبين اللي غادي يجي. وحنا كنتمناو التوفيق للمغرب الفاسي والمدرب ديالو اللي غيتعاقد مع تونسي فتح الجبال في المهمه المقبله اللي غيتكلف بها. كذلك كنتمناو التوفيق لجميع الفرق المغربيه والمدربين ديالها سواء كانوا اطر وطنيه ولا اجنبيه. وكنتمناو التوفيق اليوم لفريق الوداد الرياضي ممثل المغرب في ربع نهائي تشامبيونز ليغ في مواجهه مولوديه الجزائر بالجزائر. واحد ان شاء الله.
بلاتي علاش كتب لي واحد التعليق وسيل على اللودي السلام عليكم والتمالك مع داك الدري بن قرير. لا داك ماشي دري هذاك راه راجل بعقله قال لك بن قرير داك راه راجل بعقله. دابا وقع واحد المشكل في المباراه ديال الوداد تماره وبن قرير الماتش ديالكم الماتش ديالنا من بعد النهائي ديال المقابله واحد في الكوميتي ديال بن قرير جا ورا البونتوش ديالنا وشبع فيا سبان انا وهلال الطير سبان انت رابح تقول خاسر على ليغور هادشي في الماتش هادشي في الماتش اصاحبي تسالات المقابله شمن في الماتش تسالات المقابله المندوب ديال الماتش ما حضرش لهادشي تسالات المقابله جو ساهرك عارف ملي كتسالي المقابله كلشي كيتوجه للوسط الوسط الميدان هو دايز قال اش غندير راه نسبهم ونزيد في الطريق هو ما كيعرفش بلي علودي ما كيهش السبه في ظهره يكون الماتش ملعوب سب كما قال لك خاطرك على خاطرك تسالي المقابله ما تسبني ما نسبك الله يرضي عليك كنت غنطلع ليه للتريبيون ما خلونيش هادشي في ودابا المعلومه اللي واصله السي نور الدين انه دري هو ماشي دري هو واحد في الكوميسيون مشكور الرئيس ديال السي بن قرير ديال فريق بن قرير اللي اتصل واعتذر وانا دخلت للمستودع الملابس اعتذرت للناس اعتذرت للحكم لاني يعني انفعلت بواحد الشكل شويه كان قبيح مي بون اعتذرت الناس لا راجل بعقله راه كنقول لك راجل بعقله راه ماشي شي واحد اللي صغير راه شي واحد في 58 59 عيرك وهرب تخيل معايا انت دابا كان مقطوع تخيل معايا صاحبي الغريب في الامر انه كيتلاقى معك لا الغريب في الامر انه كيتلاقى معك قبل المقابله تيسلم عليك مرحبا بكم وهذا وناني ومن بعد يجي ويعيرك انت فرمدان صاحبي كيجي ويعيرك وما جو كومبخون با واش فهمتي دونك مي صراحه لا صراحه الناس ديال بنكرير جاوا وسلموا علينا واعتذروا وحنا بدورنا مشيت عندهم للفيستير وهنئتهم على الانتصار لا تعالج هذيك الساعه فهمتي غير هو شي ما خصوش يكون اما هو ماشي دري هو راجل كنتمنوا هاد الامور هذه ما تبقاش في الملاعب ديالنا وتصود لا وانا اللي عجبني وانا اللي عجبني انه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 المرات عاود نفس التعليق وقال لك بغينا توضيح واش فهمتيني؟ وانت وضحت انا وضحت ليه وضحتي بما فيه الكفايه وضحت ليه سفيان العلوي كنشكرك على الحضور ديالك معنا في هذه الحلقه هذه حتى انا كنشكركم ونعاود نقول لكم عيد مبارك سعيد بالصحه والعافيه وطول العمر والرزق والهنا وراحه البال والله يبعد عليكم وعلينا ولاد الحرام كما تيقول وبالتوفيق للوداد الرياضي وبالتوفيق للوداد الرياضي اليوم الرجاء غدا كنظن الرجاء نهار الاحد وبالتوفيق للرجاء الرياضي المهم عندنا الوقت فين نهضروا على ان شاء الله السي هشام واش البركة الله يبارك فيك نتمنى الوداد ان شاء الله اليوم فوز كذلك ان شاء الله كنتمنى العيد يكون عيدين الوداد تفوز الرجاء تفوز الرجاء كذلك هي تفوز ان شاء الله وتجيب الربح من تما هادشي اللي كنتمنى وكنشكركم على الحضور ديالكم معنا في هذه الحلقه وانتم مشاهدينا بهذا كنكون وصلنا لنهايه الحلقه ديال اليوم من برنامجكم مورنينغ رياضي نتلاقاو معكم ان شاء الله يوم غد في موضوع جديد والى اللقاء